أمامكم تتقدم إلى المنصة الشرفية بعض النماذج من المحطات الرادارية ومحطات التشويش المستعملة لدى الجيش الوطني الشعبي، حيث تمر الآن محطة رادار أرضي لتتبع المقذوف AL-260 تتخصص في تصحيح الرمايات المدفعية، ثم تليها محطة رادار كاستا التي تتخصص لكشف وتحديد الأهداف الجوية، ثم تليها محطة التشويش على أنظمة الملاحة الجوية، ثم محطة التشويش اللاسلكي التقني، ومحطة رادار متوسطة المدى. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.